قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب، بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظاً على أمن المواطنين. نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم 2023-2024. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم 2023-2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأنه في إطار الدعوة الموجهة لمصر من الهند للمشاركة كضيف في اجتماعات مجموعة العشرين، ألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة مسجلة خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر صوت الجنوب تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، وأشار شكري إلى أهمية مجموعة العشرين في توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادي الدولي للاستجابة بصورة فعالة وفي توقيت مناسب للتحديات التي تواجهها دول الجنوب، معربا عن التزام مصر بالانخراط البناء في النقاشات والمبادرات التي سيتم طرحها في إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل لتوافق بشأن التحديات المعقدة الراهنة. في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في مواجهة آثار الأزمة العالمية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان خيرك سابق، بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 مليون أسرة على مدار العام. وأوضح التحالف في بيان له أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، وأن المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق في التنفيذ عبر مستويات 3، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 500 جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة في أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعا. أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم أنه يخطط لنشر 3 طائرات استطلاع في رومانيا الأسبوع المقبل لأداء مهام استطلاعية ولمراقبة النشاط العسكري الروسي بالدول 30 الأعضاء في الحلف، وسترسل 3 طائرات منها الثلاثاء القادم إلى قاعدة جوية قرب بوخارست عاصمة رومانيا في مهمة يتوقع أن تستمر عدة أسابيع حسب ما قال التحالف في بيان. صحبت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم للأندية والتي أسفرت عن مواجهات مرتقبة، حيث يخوض ريال مدريد بطل أوروبا نصف نهائي كأس العالم للأندية في فبراير المقبل أمام الفائز في المباريات الفاصلة بين سياتل الأمريكي والأهلي المصري وأوكلاند النيوزيلندية، بحسب القرعة التي أجريت في مجمع محمد السادس في سلا المغربية. وتشهد المسابقة مشاركة أبطال القارة بالإضافة إلى وصيف بطل إفريقيا الأهلي المصري، على اعتبار أن الوداد بطل إفريقيا هو مستضيف البطولة أيضا. وستجرى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من الأول وحتى 11 من فبراير 2023.
من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري. الأسعار بره بتخلينا ندور على المبادرة، نشتري من المبادرة. احنا نتمنى الأسعار تبقى في كل حتة أسعار واحدة، وهو رئيس عايز كده أساسا. إدارة الداخلية قايمة بمجهود كبير يعني جبار، يعني دي حاجات يعني خارج اختصاصها، لكن هي بتحاول إنها تقف ضد الناس اللي بتلعبوا في السوق بالأسعار. لا دي حاجة كويسة جدا، وإحنا بنشجعهم على حاجة زي كده لأن إحنا المستفيدين في حاجة زي كده. كل السلع متوفرة، زيت وسكر ورز وكل حاجة، وأسعار كويسة جدا، أتمنى تكون موجودة في كل حتة مش بس في السوبر ماركت. رئيس ربنا يبارك له، عامل كل حاجة حلوة وكل حاجة موجودة، مفيش حاجة ناقصة. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية من خلال 1056 فرعا لها على مستوى الجمهورية، تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، حيث يقبل المواطنون على الشراء مستفيدين من تخفيضات المبادرة لتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. عندنا كل السلع الأساسية بكميات كبيرة ومتوفرة، كلها كل الكميات من الشاي والرز والسكر والمكرونة بتخفيضات كبيرة جدا. طبعا مبادرة زي دي بتبين ان قد ايه الرئيس بيحس بينا، وقد ايه ان هو واقف مع الشعب بتاعه، وقد ايه ان هو بيحس بالمواطن وبيوفر له على قدر الامكان على قدر المستطاع المنتجات الاستراتيجية زي الزيت والسكر والرز. بنشكر السيد الرئيس ووزارة الداخلية ان هي بتشرف على المبادرة دي، واحنا بنشكر السيد الرئيس على الاسعار الجميلة اللي هو مقدمها لنا، ومصر بخير الحمد لله. إلى جانب السلاسل التجارية، أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار عددا من الشوادر بالميادين الرئيسية لعرض السلع المتنوعة في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلن عنها. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر. وتشارك منظومة أمان في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة في منافذها الثابتة والمتحركة، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. منظومة أمان تقوم بطرح كميات إضافية من السلع عبر منافذها المتحركة المنتشرة بالشوارع والميادين بتخفيضات كبيرة أشاد بها المواطنون على مستوى الجمهورية. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشعب. حاجة دي إنجاز عظيم للرئيس، يعني حسب الرز المدعم ب 13 جنيه في مبادرة الرئيس، ربنا يخليك لنا يا رئيس. يعني الرز ده بره ب 20 جنيه و18 جنيه، كل يعني الداخلية تساهم وتنزله 13 جنيه، حاجة يعني كبيرة جدا يعني. في رز ب 13 جنيه كلنا واحد، مبادرة كلنا واحد، نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يعينه معانا. وشكرا لدعمك معانا واللي أنت حاسس بينا، وربنا يخليك لمصر. تستمر مبادرة كلنا واحد في أداء دورها الاجتماعي في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية.